أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد في السوق ألعاب أطفال فيها صور لكنها لا تشبه الإنسان أو الحيوان، وإنما هي مبتكرة من المصانع، فهل يجوز شراؤها واقتناؤها؟ ما دامت ليست على صورة ذوات الأرواح لا بأس، المحظور هو ذوات الأرواح من الطيور والحشرات والآدميين، أما غير ذوات الأرواح لا بأس. نعم.